السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما معكم أخوكم وشقيقكم المحامي لحسن لروي من الجزائر. في الحقيقة اليوم صباحا استوقفتني قناة الجزيرة، هذه القناة التي كما أعتبر أنا شخصيا أنها عثت في الأرض فسادا، وسميتها ليس بصندوق العجيب وإنما بالنعامة، ذلك الحيوان أكرمكم الله الذي عندما يتخفى يغرس رأسه في الأرض وينسى جسمه، ينسى حقائقه، ينسى حجمه، وينسى كل ما زيفه وما أثاره من إعلام أمام الناس من أنه ظاهر للعيان لا يمكن أن يخفيه. وأنا بدي من أشقائي في السعودية أن يعملوا هاشتاك على هذه الكلمة، هذه ليست قناة الجزيرة ولكن قناة النعام. كنت يوما في منتدى 2016 بجامعة السوربون في باريس، وكان الطلاب قد نظموا منتدى خاص بآفاق، سموه آفاق، آفاق لعدة أمور تخص الوطن العربي. وقمت وتكلمت وأثرت بعض الأمور الواجب إثارتها من حقائق، من وجوب أننا نردخ لشيوخنا أننا مجتمع قبلي، وهذه هي أصالتنا طبعا من جنوب الجزائر أيضا وبالجزائر، وهذه هي أصالتنا. فقام شخص مريا، كان مريا، وقال لي: الأخ أنت جزائري وتدافع عن المملكة؟ قلت: نعم، بكل فخر واعتزاز، أيضرك ذلك؟ قال: استغربت هذا الأمر. قلت له: استغربت هذا الأمر لأنك مفعما بإعلام مبتور مغلوط، هذا الإعلام الذي يدعى الجزيرة. قلت له: بالله عليك، هل الجزيرة احترافية؟ هل تقول الحقيقة؟ هل شعارها الرأي والرأي الآخر؟ قال: نعم. قلت: لا. هل يمكن، وأنا أطالب من هنا من الجزائر كما يجب أن يطالب كل سعودي فخور وغيور على وطنه، هل يمكن للجزيرة أن تنشر لنا أو توفر لنا حصة، كما تقول أنها موضوعية أو قناة موضوعية، قناة احترافية، نرغب نود أن نعرف أن نتطلع أن تنجز لنا حصة عن انقلاب أمير قطر عن والده؟ اعملوا مراسلون في هذا الأمر، اعملوا اتجاها معاكسا في هذا الأمر، ناقشوا هذه المسألة، نريد أن نسمع، نحن كشعوب وطن عربي متعطشين لهذا الأمر، نريد أن نعلم كيف تم هذا الأمر على الشيخ خليفة، كيف تم؟ وهذه حقيقة وهذا مطلب. إن كنتم إعلاميين فعليكم أن تجيبونا، إن كنتم موضوعيين فعليكم أن تجيبونا، هذا هو الأصل. وهذه الهاشتاك يجب أن تدوم وأن تفعل، وهذا المطلب يجب أن يفعل. احنا بواسطة مراسلات لهذه القناة، قناة النعامة. إذن فابتكم هذا المري وقال لي: فعلا أن هذا الأمر من الممنوعات؟ قلت: ليه؟ ليس من الممنوعات، لأنها قناة محترفة، تقولون أنها قناة محترفة وتخفونها. قال لي: دعك من هذه المسألة، هناك مسألة أخرى، ألا يعجبك التطور والرقي الذي عندنا؟ قلت له: طبعا يعجبني، ولكن فيما تمثل هذا الطلب؟ ألا تعجبك تلك العمارات الشاهقة وما شبه ذلك؟ أيوجد غيرها في السعودية؟ قلت له: نعم يوجد أحسن وأفضل منها. وكنت في نفسي لا أتكلم عن برج الفيصلية أو المملكة أو الأبراج العالية أو ما شبه ذلك، كان يظن أنني أريد أن أقارن له هذا الأمر بمادياته. قلت له: هناك الدرعية في المملكة العربية السعودية،
لو اتكأت على حائط الدرعية ينطق لك تاريخ، ولو اتكأت على هذه العمارات عندكم الزجاجية الفارغة من المحتوى الفارغة من روحها، ماذا تنطق؟ هل تنطق لك شيئا؟ فقال لي لا. فقلت له المسألة ليست مسألة أني جزائري، ولكن أريد أن أقول لك وأفضح هذه القناة المارقة الفاسدة، قناة الجزيرة، التي والحمد لله في بلدي أنا في الجزائر رفض اعتماد مكتبها إلى حد الساعة، إلى حد الساعة اليوم أتكلم في 2017. لماذا؟ لأن الحمد لله بالقيادة الرشيدة لرئيسنا عبد العزيز بوتفليقة رفض هذا الأمر، لأن الرئيس قضى على الإرهاب وسوى مصالحة بين أطراف المجتمع كله بما يسمى بميثاق السلم والمصالحة، وعلى ذلك زعلت الجزيرة ورفضت هذا الأمر. هذا هي دي الموضوعية، هذا هو حب الشعوب، هذا هو حب السلم. إذن فأفاقنا نحن هي أننا نردخ لشيوخنا، والمجتمع الذي ليس لديه شيوخ ليس بالمجتمع الأصيل، والمجتمع الذي لا يحترم كباره ليس بالمجتمع الأصيل، والمجتمع الذي لا يعرف تاريخه والذي لا يعرف حجمه ليس بالمجتمع الأصيل. فعلينا أن نفعل هذا الأمر، والمملكة لا تخص فقط أبناء المملكة، تخصني أنا أيضا كمسلم، لأن ربما تلاعبكم بها يهز من كياني أنا شخصيا. إذن أشقائي في المملكة العربية السعودية، مسألة الجزيرة مسألة هينة وبسيطة، عليكم أن تجيبوها، أن تتكلم باحترافية وصدق بمطلب أن تنجز لنا ما عليها إنجازه، سواء مما يسوقه هذا أحمد منصور أو هذا جمال ريان اللي طفش للأسف الشديد المهوس، وهذا الدكتور المزعوم فيصل قاسم اللي يعمل وفق أجندة معينة ولا يعمل بضميره، صراحة أقولها لكم، وهذا سامي حداد وغيره وما شابه ذلك من الصحفيين المهلوسين للأسف الشديد والذين لا يصلحون لأوطانهم. نحن أبناء الأمير عبد القادر غيورين على ميراث الملك عبد العزيز، لأن الملك عبد العزيز قلت له هذا المري أسطورة، أسطورة الأمة، أسطورة الأمة. كنا نحن صبيان هنا في الجزائر في بيوتنا نسمع على عبد العزيز، في بيوتنا في أكلنا مع والدين الله يرحمه نسمع على عبد العزيز وما أنجزه من أمن وأمان ووحدة في المملكة العربية السعودية، حتى صرنا ننعم واسألوا أي حاج، حتى الحاج من عندكم، قلت أنا المري، حتى حاج من عندكم اسألوا عندما يذهب إلى المملكة ماذا يجد؟ يجد كل الخدمة ويجد كل الشرف ويجد كل العز. فعليكم أن تكفوا عن هذه المسألة وهذه القناة المارقة النعامة، صح، قناة النعامة نسميها، لأنها تدس رأسها في التراب وكأنها تظن أنها تخفي نفسها وتترك جسمها في الهواء. كانت تريد الدم يتواصل في الجزائر، وعلى ذلك رفضناها ونرفضها، وأنا مستعد من مكتبي هذا، مستعد لأي مناظرة لهذه القناة المارقة. إذن إخواني، دمتم في عز الفكر النير ودمتم في صحوة السلف، هذا ما يهمنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.